مرحبا بحضراتكم. اولى فقرتنا الحواريه واللي هي فرحه اعتقد ما فيش اهلاوي يعني لما يتابعها مش هيفرح بجد. هنتكلم عن بطولات النادي الاهلي اللي فعلا ما بتنتهيش في كره السله تحديدا وتتويجهم ببطوله منطقه القاهره وكمان انجازاتهم اكيد الكواليس والاستعدادات كمان للفتره المقبله في 2022 كل التفاصيل دي. بس خلينا نرحب في البدايه كابتن احمد حسب النبي المدير الفني لفريق ناشئات السله تحت 16 سنه بالنادي الاهلي. صباح الخير والنصر. وهنا ممدوح لعيبه النادي الاهلي لكره السله. صباح الخير والنصر برضه عليك. حضراتكم منورنا والكاس منورنا. أيوه. واليوم مبروك على البطوله. وعايزين يعني نعرف من حضراتكم بقى وممكن حتى نبتدي مع حضرتك يا كابتن بعد اذنك يعني تعرفنا كده كواليس وخلفيات البطوله، لان ما فيش بطوله بتيجي بالسهل، بتيجي باستعدادات وتدريبات ومواجهات ومنافسات قويه، فعايزين نعرف منك ملخص الكواليس كانت عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا البطوله دي يمكن ليها كان ليها ظروف خاصه كده، ان الجيلين 2006 و2007 اللي هم فريق 16 سنه السنه دي، الجيلين دول من الاجيال المميزه جدا في النادي. انا حتى يمكن قبل ما امسك الفريق كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئين كان خيرني ما بين ال 14 سنه وال 16 سنه، بس انا جدربت كل جيل على حده 2006 و2007 لوحده سنتين قبل كده. فانا اخترت ان انا يعني اقبل التحدي مع اولادي بقى اللي انا مرنتهم قبل كده، انا اكتر واحد عارفهم وعارف امكانياتهم وقدراتهم. مرينا بفتره اختبارات كده بحيث ان العدد كان كبير جدا، والحمد لله قدرت ان انا اوصل لمرحله 20 بنت، منهم 9 بنات 2007. عشان كان في نظره مستقبليه كده من مدير قطاع الناشئين ان احنا السنه الجايه كمان عندنا بطوله المرتبط في السن ده، فيبقى عندنا 2007 عدد كبير جدا نقدر يبقى في قوام فريق السنه الجايه ان شاء الله. اوكي جميل. والحمد لله 9 بنات مميزين جدا جدا، وكان في جيل 2006 جيل موهوب جدا ما شاء الله عليه. وانا بشكر طبعا كابتن خالد عياد اللي اشتغل معاهم السنتين اللي فاتوا، وكابتن عمر هاشم اللي اشتغل مع جيل 2007 السنه اللي فاتت. الحمد لله. يعني حضرتك بتقول ان في جيل كامل مش مجرد افراد معينين؟ لا والله، يعني حتى احنا عملنا 16 بيه، في 16 بيه اكتر من 6-7 بنات ما شاء الله عليهم. كويسين، واضافه قويه للسنه الجايه ان شاء الله باذن الله. وبالفعل كنا بنصعد بنات من البيه يتمرنوا معانا كمان عشان يزودوا خبراتهم ويبقوا في احتكاك اقوى مع الجيل الاكبر اللي هو 2006، لان البيه اغلبيته 2007. وبعدين بدانا نعمل بقى فتره الاعداد، ومعايا مدرب احمال من احسن المدربين في النادي الاهلي كابتن حسن. ما شاء الله عليه اشتغل معايا بانتظام وبلان معروفه من البدايه ونفذها للنهايه، وده كان بيبقى قليل قوي لما تلاقي مدرب فيتنس اشتغل معاك بالبلان بتاعته لغايه اخر لحظه، يعني لغايه قبل البطوله باسبوع والله. هو حتى خلال البطوله بيجي معايا تسخين كان بتاعه، هو بيسخن الفرقه، ليه دور نفسي مع البنات ممتاز. الناحيه الاداريه معايا كابتن الاء خالد من الناس اداريه منتخب مصر في السن ده، فبرضه بتنجز كل يعني مهامها بسرعه جدا وباحترافيه جدا. حلو ان في تكامل بشكل. والله ما شاء الله الحمد لله ربنا رزقني بناس كويسه جدا ولاعيبه على مستوى عالي. اشتغلنا في الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه بتوجيهات طبعا من كابتن سيد، كان دايما كابتن سيد صابر دايما كان بيخش معانا في التمرين، احيانا ينزل معانا الملعب يديني ملاحظاته. وكان معايا في البطوله برضو ليه هو كابتن الدكتور اسامه النمر مدير نائب مدير قطاع الناشئين. المفاجاه ان احنا مشينا كويس جدا لغايه الدور قبل النهائي، كسبناه كمان بفرق كبير جدا، ولكن المفاجاه بقى ان احنا خسرنا اول ماتش في البطوله كان مع نادي الجزيره، وكان البطوله عباره عن 3 ماتشات بس. يعني انا كان عندي ثقه كامله جدا، ويمكن انا قلت لهم بعد الماتش احنا هنكسب البطوله دي وان الكره في ملعبنا بقى خلاص. يعني الحمد لله يمكن تاني ماتش على طول الجزيره اللي كسبنا خسر من الزهور. وقلت واحنا الحمد لله كسبنا الفرقه الرابعه اللي هي مدينه نصر، وقلت لهم برضو لسه الامور بايديكم انتوا خلاص، كل الظروف بتساعدكم وكل الناس ساعدتكم حتى الفرق التانية. تالت يوم مدينه نصر كسب الجزيره اللي كسبنا اول ماتش. أوكي. فخرج الجزيره بره خالص. كنا احنا بقى معانا مع الزهور اخر ماتش، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الزهور اول ماتش، مع ان الناس كل التوقعات كانت بتقول ان الزهور هيكسب الاهلي نتيجه ماتش الجزيره الاولاني. وبعدين لعبنا ماتش فاصل مع الزهور كسبنا فرق 19 نقطه الحمد لله. أوكي. وكان الحمد لله يعني ختام الحمد لله كرم من ربنا يعني ان احنا كسبنا الكاس الحمد لله رب العالمين. اليوم مبروك. الله يبارك فيك. دي الكواليس بتاعت البطوله. بنظره المدرب، خلينا بقى نعرف من نظره اللاعبات. طبعا يعني اكيد بيبقى في توتر، اكيد بيبقى في استعدادات معينه، خلينا بقى نسمع منك يعني نعرف كمان جماهير الاهلي ازاي بتستعدوا. من ناحيه استعداد
ازاي بالظبط؟ يعني كواليس اي بطوله بتبقوا داخلين انا هتمرن، انا عارفه انا هعمل ايه، فرق كلها انا مضمنه ان انا هكسبها، يعني زي ما كابتن احمد بيتكلم كان في فرق انتوا حاسين ان لا ممكن يبقى كومبيتيتور عالي، فخليني اعرف انت استعداداتك بتبقى ازاي، داخله بالثقه يعني؟ لا طبعا داخله بثقه كده. طبعا ببقى داخله بثقه في نفسي، يعني يبقى لازم ابقى واثقه في نفسي، بس طبعا ببقى متضايقه برضو الفرقه اللي قدامي حجمها، عشان لو استهترنا بيها يعني هيبقى الماتش ممكن يضيع مننا، حتى لو فرقه انتوا ضامنين، حتى ان هي حتى لو لعبناها قبل كده كسبنا ما تضمنيش ايه اللي يحصل برضو. صح بس يعني فبتحاول على قد ما نقدر تدي الفرقه اللي قدامك حجمها، تشوفي ايه نقاط ضعفها بحيث ان انت تستغليها عشان تكسبي، بتشوفي برضو ايه نقاط الضعف اللي عندك بحيث انت ما تكرريهاش في الماتش كده يعني. جميل. احنا دايما لما بيكون معانا اي ابطال او بطلات من السن الصغير بصفة خاصة بنهتم قوي ان احنا نسألهم نفس السؤال، السؤال اللي ليه علاقة بكيفية الموازنة ما بين التفوق الرياضي والتفوق الدراسي، لان دي نقطة برضو عايزين نصدرها لناس كتير، وخصوصا الاباء والامهات اللي ممكن يكونوا عندهم اولاد واعدين جدا بس خايفين عليهم من يعني ان هم ينغمسوا في الرياضة على حساب الدراسة، فعايزين نبين للناس ان في ناس عارفة تنجح في الاثنين، فهل الكلام ده ينطبق عليكي ولا الرياضه عندك جايه على حساب الدراسه؟ لا الحمد لله بعرف اوازن ما بينهم. انت بتدرسي في سنه كام دلوقتي؟ اولى ثانوي. تمام وماشي الحال؟ كويس. وطبعا الموضوع صعب وكده بس يعني الحمد لله. مش حاجه سهله برضو. لا مش سهله طبعا. هو انا عايز اقول لحضرتك ان يعني الحمد لله انا براعي جدا موضوع المذاكره والامتحانات والكلام ده بالنسبه للتمرين، خاصه ان هم عليهم حمل كبير جدا، احنا بنتمرن تقريبا كل ايام الاسبوع، مثلا ممكن ناخد يومين راحه في الاسبوع او ساعات اسابيع يوم واحد راحه. ولما وانا الحمد لله الفرقه بتاعتي فيها 6 بنات متصاعدين 18 سنه بيلعبوا مع الاكبر منهم بسنتين وثلاث سنين، والحمد لله يمكن من اسباب فوز الاهلي في بطوله المرتبط تحت 18 سنه بنات 16 سنه اللي كسبوا بطوله المنطقه. جميل. يعني يمكن هنا واحده منهم. جميل. انا عايز اقول لحضرتك يمكن هنا بالذات الوحيده اللي يمكن الاقيها قبل التمرين بخمس دقائق قاعده بره فاتحه الكتاب وبتذاكر. برافو. يعني ما شاء الله عليها، يعني الله اكبر، يعني انا الحمد لله ماشيين كويس جدا في الدراسه. انا بتابع الموضوع ده جدا معاهم نفسيا. الابطال عندنا كده كابتن احمد، يعني حتى استضفنا ابطال في رياضات كتيره جدا في النادي الاهلي بجد، منهم اللي في صيدله ومنهم اللي في هندسه، يعني وما شاء الله في منهم اوائل كمان، يعني فدي معادله صعبه مش سهله ابدا. معادله صعبه. انا كنت في نفس الموقف برضو، انا كنت لعيب في النادي الاهلي كل مراحل الناشئين، ويمكن انا دخلت صيدله، يعني فاللي هو الموضوع بيبقى حافز، يعني انا شايف ان الرياضه ان الشخص بيخرج الطاقه السلبيه اللي جواه كلها وبيبدا يوجه طاقته لحاجتين، تمرينه ومذاكرته. حلو جدا. ودايما الاهلي بيبقى ليهم دور طبعا ان هو بيربط المذاكره بانك تروح او ما تروحش او انك تكمل او ما تكملش، فاللعيب لما بيبقى حريص انه يكمل بيبقى في الدراسه مع ده سمات اللعيب الكويس. بالمناسبه يعني لو حضرتك عندك مثلا ايه رساله معينه في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه تحب تقولها لاولياء الامور، يعني سواء اللي عندهم اولاد وبنات بيمارسوا الرياضه بشكل احترافي بالفعل، او اللي لسه بيقولوا يا هادي بس تاني ارجع لنفس النقطه، الناس اللي خايفه ان الرياضه تيجي على حساب الدراسه، تقول لهم ايه؟ وتقول لهم ايه كمان في حته فكره ان الواحد يبقى ابنه او بنته بيمارسوا الرياضه بانتظام، ويا سلام لو بشكل محترف، ده هينعكس بالايجاب ازاي عليه كشخصيه وكتكوين؟ والله انا يعني بشجع ولي الامر جدا جدا ان هو يبدا يوجه ابنه انه يمارس الرياضه، دي حاجه مفيده بعيد عن فايده الرياضه للصحه او للشخصيه كمان، يعني في ولاد متفوقين جدا في الدراسه بس بيطلع في الحياه العمليه مش قادر يشتغل وممكن يفشل كمان، رغم ان هو كان بارع في الدراسه. ليه؟ لانه ما قدرش يتعامل مع الناس، شخصيته ما اتكونتش صح، كان منغلق على نفسه جدا، انما الرياضه بتخلي الشخصيه مختلفه خالص، وخصوصا لو فيها منافسه كمان. اكيد اكيد. ما بيكون فيها كمان الالعاب الجماعيه بالذات، حتى الالعاب الفرديه هو بيتعامل مع انا بشوف مع الفردي برضه يعني حتى الالعاب الفرديه بيتعلم مسؤوليه، هو يمكن الضغط عليه بيبقى اكبر بس يعني اكيد اكيد ده برضه بيحدد الشخصيه بشكل كبير، ان الواحد يتحمل الضغط او ضغوط مختلفه وينجح في كل حاجه في نفس الوقت. هي كمان الرياضات الجماعيه بصفه خاصه يمكن من ضمن المميزات اللي فيها، وكثير من الاهالي بيهتموا بالتفصيله دي مع اولادهم الصغيرين قوي، لما يكون الولد مثلا انطوائي شويه زياده حبتين فبالظبط النقطه دي بتفرق كتير في تكوين شخصيته. طبعا طبعا بيخرج الحياه العمليه بعد كده عارف الدنيا ماشيه ازاي، قادر يتعامل مع كل الشخصيات. لا طبعا دي رساله مهمه جدا، الرياضه بتاخد الطاقه السلبيه في الولد او البنت في سن
فعلا ولي الامر بيبقى محتاج حاجه تفرغ الطاقه السلبيه من جوه عشان ما تتوجهش توجيه تاني يعني. صحيح. فدي حاجه مفيده جدا. انا عندي سؤال بقى ليكم دول الاثنين طبعا، وانا برضو هاجي لها في النقطه دي. ما شاء الله بجد، يعني انتوا حتى فتره الكورونا كان يعني ما فيش توقف، لا وكنتوا مستواكم مش اللي هو يعني لم يتاثر خلينا نقول ابدا، حتى لما كان في توقف فتره صغيره ما كانش في تاثير على الاداء للاعبات. معلش دي حاجه مش سهله بقى كابتن احمد، احنا أكيد. نفسنا محتاجين نعرف يعني ما شاء الله تاني ازاي ده حصل. والله هو النادي كمان وقف جنبنا وقفه كويسه جدا، ان هو بدا يرجع التدريبات بشكل تدريجي، بدا يعمل التمرين مثلا لو ساعتين ممكن نقسم عدد اللاعبات على مرحلتين يعني على نصين، كل نص بياخد نص التمرين او ساعه من التمرين مثلا، فبقى اللعيب بيخرج واخد من الساعه كانه اللي اخده من ساعتين لان العدد اقل. فبدانا بعدد وحدات قليله وبعد كده بدات تزيد تدريجي. كمان اللعيبه ولاء الامور دلوقتي عندهم ثقافه اكتر من زمان بكتير، بدا يتوجه بقى للتدريبات الاونلاين، بدا يتوجه للتدريبات البرايفت مع ان هو يحافظ على التجويد حته يعني. ويا هان عملت كده، كنت اونلاين ولا عملت ايه في الفتره دي؟ كنت تدخلوا اونلاين تعملوا تدريبات؟ مش اونلاين بس، كنا بنحاول قد ما نقدر احنا لو في مثلا ملعب فاضي جنبنا قريب مننا احنا بننزل نحاول كده نتمرن مع نفسنا على الاقل. لا بس بجد هم سبب في فكره طبعًا. برضو يعني اوكي التدريب وكل حاجه، بس برضو هم ليهم دور كبير جدا ان هم يحافظوا على مستواهم يعني. لا لا ده شفناه فعلا. ولي الامر كمان دلوقتي الموضوع بقى بالنسبه له ان حتى بيعمل لي مشكله ايام المباريات او البطولات، ان الاقي اللعيب بيتمرن برايفت زياده عن اللزوم مع تمرين النادي، فببدا امنع الموضوع ده عشان ما يبقاش فيه حمل بدني او يبقى فيه دروب في مستواه الفني بسبب الحمل البدني. بس هم لا حريصين جدا كل لعيبه منهم، لا هم عارفين ان هم في النادي الاهلي وان الموضوع صعب موضوع مش سهل وموضوع منافسه، ولو مستواك قل في غيرك الف غيرك صح هيخش. طب التدريب يعني الاضافي ده لو كان بعيدا بقى عن الجزئيه البدنيه، لو كان في الفنيات، هل ده بيدعم اللي حضراتكم بتعملوه في التدريبات الاساسيه ولا ممكن يتعارض معاه؟ يعني لا. مثلا يكون اللي بيدربهم تدريب خاص مثلا ليه تكنيك مختلف، ولا كده كده في ثوابت لازم تكون متحققه؟ ده بيتوقف على اللعيب، يعني دايما بقول للعيب عندي انت خد برايفت زي ما انت عايز او خد اتمرن لوحدك زي ما انت عايز، بس انت لازم تتمرن اللي ناقصك مش اللي المدرب عايز يمرنه لك. يعني انا دلوقتي بمرن برايفت بجمع مجموعه واشتغل اللي انا عايزه. انت عايز ايه من البرايفت؟ انت ناقصك كذا او كذا وكذا، هل بتشتغله في البرايفت ولا لا؟ لو بتشتغلوا يبقى انت ناجح جدا. هو اصلا في حاجه للبرايفت؟ لان احنا بنتكلم، حضرتك بتقول ان تدريبات النادي لوحدها تقريبا يوميا طبعاً. بص يا فندم، هو طبعا هل في مساحه للتجويد الاضافي؟ انا شايف ان الباسكت بول بالذات من اصعب اللعبات في الجزء المهاري، صعبه جدا ومحتاجه تكرار كتير جدا ومحتاجه شغل كتير جدا اشتغلوا عليه. كل لعيب بيلعب في مركز معين ليه مهارات معينه أكيد. لازم يحافظ عليه. فانا شايف البرايفت ده ان انا اشتغل على مهاراتي الاساسيه اللي تناسب مركزي، انما النادي مع الوقت بيبقى فيه فتره اعداد، بنهتم طبعا بالجزء المهاري ده جدا جدا اكيد، وبنديله وقت كل اسبوع. في البدايه بياخد كل الوقت، بعد كده لما بنخش في الشغل الجماعي بنديله وقت كل اسبوع وبنقسمهم مراكز وكل مركز بياخد مهاراته الاساسيه، ولكن في الاخر انت بتهتم بالشغل الجماعي اكتر، فبقى اللعيب بيبقى محتاج ان هو يشتغل بره على الشغل الفردي او المهاري. فاذا ده ما حصلش وراح في البرايفت اشتغل جماعي فده بيتعارض طبعا، خاصة ان كل مدرب ليه مدرسة وليه اسلوب وليه طريقة. طبعا بالظبط ممكن يحصل يعني يمكن كلنا نفس الهدف بس بيبقى كل واحد ليه طريقته يعني. طب انا عايزة اروح لهنا شوية، يعني عايزين نسمعك، يعني فين صوتك يعني؟ هي بتخش تخلص في الملعب لكن ما شاء الله عليها من افضل انا عارفاها احنا عارفينها طبعا ما شاء الله. هنا طيب عايزة برضو الناس تتفرج يعني تتفرج وتسمع اكتر عنك، انت اصلا مين اللي اكتشفك في الباسكت وايه اللي حببك؟ يعني رجعينا كده للبدايات بتاعتك. انا اللي اكتشفني في الباسكت كان كابتن يحيى حجاب، كنت في عالم الرياضه في مدينه نصر، هو اللي حببني في الباسكت الصراحه. وبعد كده هو اللي كان السبب في اللي انا رحت الاهلي اصلا، كان وداني كابتن، هو اصلا كان في الاهلي، فهو وداني كابتن علي طلعت، ومن هناك صراحه دي اول مره دخلت الاهلي اتمرنت معاهم. بس يعني كان عندك كام سنه اول ما ابتديتي الرياضه دي؟ اول ما ابتديت باسكت
ثواني بتا 11 سنة ايه؟ اه 10 او 11 10 او 11 اوكي. يعني وقتها كان طولك بالنسبة لل يعني صحابك كان ده. ايه؟ كان السن ده كان طويلة بالنسبة لصحابك. كنت طويلة. هو انت اصلا كم دلوقتي طول؟ 179 179. هو الطول بيفرق كابتن احمد فعلا ولا مالهاش علاقة؟ يعني بنشوف ناس طويلة قوي ما بتعرفش تلعب. لا طبعا هو الطول حاجة أساسية في الباسكت بول ولكن في ناس طبعا في علامات في الباسكت بول مش طوال يعني معظم البلاي ميكرز بيبقوا هم بالظبط يعني يمكن في الكريتيكال تايم انا بدي الكوره للبلاي ميكر فاللي هو حافظ على الكوره. بالمناسبه يعني اشمعنى دايما بلاي ميكر بتلاقيه ودايما بيكون مميز جدا عشان يعني دايما تلاقيه هو الاقصر ضمن اعضاء الفريق. يمكن مهاراته اعلى لان التوافقات بتاعه اللعيب القصير بتبقى اعلى شويه من اللعيب الطويل فبيبقى قادر يتحكم بس مع الوقت ومرور السن بيبدا الفروق دي تقل يعني الطويل برده بيكبر ويبدا بقى توافقاته تزيد بالنسبه للناشئين يعني بس دايما في مساحه لتوهج البلاي ميكرز حتى طبعًا. في الاجيال الاقدم طبعًا. للرجال من ايام كابتن عمرو ابو الخير مثلا طبعا طبعا كابتن مدحت ورده يعني طارق خيري اقصر من غيرهم وحاجه عظيمه طبعًا. في الملعب طبعا دي دول ناس دي موهبه بقى يعني دي ناس الجيل ده كان عظيم اه اكيد اكيد طبعا صحيح. وعايز اقول لحضرتك يمكن احنا الايام دي بنفتقد النوع ده من اللاعبين في مصر كلها يعني بدليل ان الاهلي جايب محترف بلاي ميكر الزمالك السنه اللي فاتت كسب الدوري بمحترف بلاي ميكر ليه احنا نضبنا البلاي ميكرز عندنا في مصر يعني كل فتره كده بيبقى في نقص في مركز معين وبعدين نبدا كل الانديه تشتغل عليه زي مثلا طوال القامه جالنا فتره عندنا نقص كبير في طوال القامه لدرجه انهم عملوا لهم قانون في الناشئين ان اللي فوق ال 180 سنتي من حتى هنا واقفه على سنتي يعني بيبقى ليه مميزات ثانيه في الملعب شبيتي وانت واقفه بتنزل يعني في ناس والله بتعمل كده بس احنا يعني النادي الاهلي الحمد لله انا طبعًا. عندي خمسه فوق الطول في الفريق يعني الحمد لله ف يعني يمكن ليهم مميزات بقى في الملعب ثانيه مثلا بدل 2 شوتس مثلا بعد الفاول 3 شوتس لو جاب ثلاثيه تتحسب باربعه لا يعني فرصتهم اكبر بكثير في الدنكات والحاجات دي يعني لا البنات لا ما لناش في القصه دي لا ما لناش في القصه دي الولاد بقى طبعا يعني طيب لو بصينا على مش هقول الاحتراف بس يعني اكيد انت باصه قدام رسمه لنفسك مستقبل معين نفسك تحققيه هنعرفه منك بس في نفس الوقت قبل ما نروح لدي انت بتبصي اصلا على يعني الرياضه دي عالميا في حد مثل اعلى ليكي فيها يعني دايما الواحد بيحب يطور من نفسه بيبص لبعيد فخلينا نعرف طبعا ببص للمستقبل وكده مفيش مع يعني مثلا في سوبرد لعيبه بحبها دي مثلا اعلى في البنات في الولاد ليبرون جيمس مش قوي برضه يعني يعني كويس يعني بتتابعي كده كده أيوة بالظبط هي دي النقطه ان انت تكوني اوير بال يعني بالقصه عالميا على ليفل تاني طب نفسك تحترفي انا عارفه دلوقتي كابتن احمد لا بس يعني هو اكيد انتم او كنادي احنا مش بنمنع لو حد جاله فرصه احتراف صح كده لا خالص بالباسكت بالذات يعني هم حتى بيروحوا لما بيرجعوا تاني بيروحوا الدراسه منح دراسه وبيلعبوا ويتالقوا جدا جدا يمكن اقرب مثال كابتن نادين سلعوه يعني ما شاء الله الله اكبر كسرت الدنيا ورجعت ما شاء الله شايله النادي الاهلي نعم بنت كابتن سيد لا بنت كابتن سلعوه بنت كابتن محمد كان اسمه سيد سلعوه ولا انا غلطان محمد سيد تقريبا فعايز اقول لحضرتك ما شاء الله شايل النادي الاهلي دلوقتي ما شاء الله من نجمات النادي الاهلي ونجمات الدوري المصري كله ما شاء الله بس تاني فرصه ان لعيبه مصريه تحترف تحديدا في امريكا حتى لو رايحه هناك دراسه تاني تبقى اقل شويه من غيرها من منطلق ان امريكا حضرتك عارف ده مصنع الباسكتبول في العالم اكيد طبعا اكيد احنا بس عندنا والله ناس شوي. عندنا ناس بتروح تتالق جدا جدا في دوري الجامعات هناك و يعني انما ال دبليو ان بي اي ده طبعا صعب شويه يعني محتاج بقى مواصفات خاصه والناس عاشت عيشه معينه وتمرنت تمارين معينه انما والله في ناس بنات كتير بتروح تتالق في دوري المدارس وبعد كده تخش دوري الجامعات بتبقى ليها اسمها وتتالق جدا في اوروبا وفي امريكا بالاضافه للاهلي لما بيرجعوا مره ثانيه طبعا جدا جدا طبعا نضجوا كمان طبعا طبعا طيب كابتن احمد عشان الوقت برضو حابين نعرف بقى 2022 يعني ايه زي ما بيتقال في البايب لاين دلوقتي والله احنا ان شاء الله باذن الله تارجت بتاعنا دلوقتي بطولة الجمهورية بإذن الله إن شاء الله يعني إحنا كان عندنا تارجت البطولتين وحققنا أول حاجة بإذن الله وإن شاء الله إحنا متفق معاهم كلهم إن إحنا السنة دي لازم بإذن الله ناخد البطولتين بإذن الله ده مش هيجي طبعا بسهولة طبعاً. إحنا عندنا دي البطولة الأصعب عندنا منافسين في بطولة المنطقة داخلين معانا بطولة الجمهورية أقوياء
وعندنا انديه اسكندريه ما شاء الله برضو اسكندريه بتطلع سبورتنج وسموحه في البنات بالذات يعني الاتحاد يمكن قاهريا الجزيره دايما الجزيره الجزيره والزهور ومدينه نصر اللي هم الناس اللي لعبوا معانا الفاينلز يعني أوكي. ولكن ان شاء الله باذن الله انا واثق جدا جدا في فرقتي الجيلين دول من اميز الاجيال اللي في النادي الاهلي مستقبل النادي الاهلي ويمكن داخل لحضرتك دلوقتي بنتين من اكتر اللاعبات موهبه في الجيل ده يعني ما شاء الله عليهم والله عندي في الفريق 20 بنت الحمد لله كان 18 سنه لما بياخد مني ناس انا عندي يعني خد مني مثلا اربعه انا عندي 16 واحده تانيين كلهم اي واحده منهم اي واحده منهم تنزل في اي وقت وتادي نفس الاداء حلو ده يطمنا على اللي جاي ان شاء الله لا ان شاء الله باذن الله احنا ابطال الجمهوريه السنه دي ان شاء الله دعواتكم بس العادي بتاعنا طبعا ما بعدناش خالص يعني الباسكت بول يمكن اصعب شويه من الهاند بول والفولي بحيث ان هي المنافسين اكتر لانها لعبه صعبه لا هي لعبة صعبة طبعا جدا يعني طبعاً. من اكتر اللعبات الجماعيه صعوبه هي الباسكت بول فاحنا عندنا ناس عندنا جيل قوي ان شاء الله ونوعدكم باذن الله ان شاء الله نوعد النادي الاهلي باذن الله بطوله الجمهوريه باذن الله ان شاء الله هانا مفيش حاجه عايز تقوليها يعني هنختم بالكلمه بتاعتك حاجه عايز تقوليها بجد لجماهير الاهلي اللي لسه بتتفرج عليكي لا اكيد عايزه تقولي حاجه ما فيش هم حد اكبرك تيجي اللقاء ده ولا ايه القصه انت اتورطتي تقريبا في القعده دي انت على كل حال نورتينا ونورتنا يا كابتن احمد بالتوفيق بجد ودايما تسعدونا كده ان شاء الله شكرا ليك باذن الله هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اتفضل